دي الحلقة 189 من سلسلة نصايح ومعلومات عن الاستثمار بالعاصمة الإدارية الجديدة. الحلقة دي هتكلم عن موضوع مهم جدا بخصوص حالات الريسيل الكتيرة اللي بتحصل في العاصمة من وجهة نظر بعض العملاء اللي بيدلهم طبعا دوت نوع من التخوف، لان هم طبعا بيشوفوا ان في عملاء كتير او ناس كتيرة بتعمل اعادة بيع للوحدات بتاعتها، فده طبعا اكيد بيكون ليه اسباب. مع حضراتكم محمود كساب، استشاري عقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة شركة ريال استيت جايد. مبدئيا أول سبب هو إن بيكون أغلب الشركات في العاصمة بتكون واخدة مهلة سماح لمدة سنة أو سنتين، نتيجة طبعا الظروف الاقتصادية اللي مرت بها البلد وارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار مواد البناء، وده طبعا أكيد طبعا بيبقى أثر على عملاء كتير طبعا إنها بتبقى مش عاملة في حساباتها إنها تسدد الأقساط اللي عليها بالكامل، أو إنها طبعا بتبقى حاطة في اعتباراتها إنها تسدد جزء من الأقساط اللي عليها بعد الاستلام اللي دوت هيكون من الإيجار. وطبعا نتيجة الظروف ديت ان هنا طبعا التسليم بيكون اتأخر، والمطور بيبقى واخد مهلة سماح لمدة سنة او سنتين، والعميل بيبقى مش معاه فلوس ان هو يكمل سداد الاقساط اللي عليه، فلازم طبعا هنا ان هو يلحق نفسه ويبتدي يعمل اعادة بيع للوحدة بتاعته عشان طبعا ما يخسرهاش بعد كده. بس في المقابل ان في شركات مطورة موجودة في العاصمة برضو بتدي مهلة سماح لبعض العملاء اللي بتشتري معاها بالنسبة طبعا لموضوع الاقساط، بحيث ان بيبقى هنا في مرونة في التعامل بالنسبة لبعض المطورين. اما طبعا بالنسبة لتاني سبب، وهو ان العملاء اللي بيكون عندها احتياج للسكن بشكل اسرع وبيكون طبعا ما عندهاش السيولة الكافية، فبتبتدي هنا انها تعمل اعادة بيع للوحدة بتاعتها بحيث انها تتجه لاماكن تانية خارج العاصمة. وده طبعا على الرغم ان في احياء سكنية داخل العاصمة هي جاهزة دلوقتي للسكن زي الار 3، وفي مناطق تانية برضو في العاصمة لسه قصادها سنتين او ثلاث سنين، وفي اماكن لسه هتاخد وقت كمان اطول من كده. اما طبعا بالنسبة لتالت حاجة وهو عنصر العرض والطلب، وطبيعي طبعا ان كل ما المعروض ما بيقل من المطور هتلاقي ان الطلب بيزيد، وده طبعا بيكون انسب وقت للريسيل بالنسبة للعملاء اللي بتبقى عاوزة تعمل اعادة بيع للوحدات بتاعتها عشان طبعا تكسب فيها. وده حضرتك هتلاقيه في عروض كتير مميزة على مستوى الاحياء والمناطق الموجودة في العاصمة، يعني مثلا في السكني هتلاقي مثلا موجود عروض كويسة في الار 7 وفي المستثمرين وفي الار 3، وبالنسبة للاداري والطبي هتلاقي في عروض مميزة جدا للريسيل في الحي المالي مثلا وفي محور الامل، وهتكون باسعار كويسة جدا وهتكون اقل كمان من السعر بتاع السوق، مع الفرق طبعا اللي هو بياخده البايع اللي هو بيبقى الفرق المكسب بتاعه او كده، مع ميزة على فكرة ان كل اللي هيشتري في المناطق ديت هو يعتبر هيستلم وهيشغل اسرع واقرب. فدي عموما نقطة مهمة جدا حبيت بس ان انا اوضحها لحضراتكم، وطبعا لو في اي استفسارات او اي حد محتاج اني اساعده وارشح له الفرص الاستثمارية واعرف حضرتك بالمشاريع اللي هي تتناسب مع المتطلبات بتاعتك وتكون طبعا في حدود الميزانية بتاعت حضرتك، تقدر تبعت لي اي مسج على الواتساب من خلال الرقم الظاهر على الشاشة او في لينك موجود في اول الوصف، وحضرتك مجرد ما تضغط عليه وبيوصلك على طول على الواتساب الخاص بيا. الخدمة دي بتكون مجانية وتحت امر حضراتكم في اي وقت، وشكرا جزيلا.